فالهجرة من دار تمنعك أن تعبد أن يعبد الله فيها حق العبادة تصبح واجبة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء فقراء المهاجرين، وقد تنصرف في المقام الأول إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والذين نص الله على أسبقيتهم وأوليتهم في قوله جل ذكره والسابقون الأولون من المهاجرين، وقال ربنا في الحشر للفقراء المهاجرين. فهؤلاء الفقراء المهاجرين عندما ينصب الصراط وتشرئب الأعناق، من الذي سيجتاز؟ من الذي سيفوز؟ الله جل وعلا رب ذو عدل وحكم ذو فضل. وهؤلاء من أجل الله صاموا الهواجر، ومن أجل الله تركوا الديار، ومن أجل الله تركوا الأموال، ومن أجل الله قاموا بين يديه ويسبغون الوضوء. فلما جاءت الظلمة وأراد كل واحد أن يفر منها ويخرج عنها كانوا أول الخلق إجازة إكراما لهم ومعاملة لهم بفضل الله تبارك وتعالى عليهم. ونقول كما نقول في كل مرة إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولو أن الإنسان إذا جاء يقوم من الليل أو يصنع طاعة أو يبر والديه أو يلاقي عدوا مسلما بمعنى من التلاحي حول الدينار والدرهم، تذكر الظلمة وتذكر عبور الجسر لرعوى كثيرا مما هو فيه. ولما افتخر أحد خلفاء بني أمية على أحد الصالحين وقال إن أبي وأبي، قال لو أخبرك أبوك بما صار إليه لرجعت عما أنت عليه. لا إله، لو أخبرك أبوك بما صار عليه لرجعت عما أنت عليه. ولو أننا خاطبنا من سبقنا إلى الله من الأموات فبصرك اليوم حديد لرجعنا عن كثير مما نحن عليه. نسأل الله العافية والمغفرة والستر.